الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى قوله: كيف نشر الصحف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة: سؤال: كيف صفة نشر الصحف من الكتاب؟ الجواب: قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى: وإذا الصحف نشرت. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إلى قوله الخاطئون. وفي آية الانشقاق: فأما من أوتي كتابه بيمينه، وقال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فهذا يدل على أن من يؤتى كتابه بيمينه يؤتاه من أمامه، ومن يؤتى كتابه بشماله يؤتاه من وراء ظهره، والعياذ بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى: كيف صفة نشر الصحف من الكتاب؟ لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر مباحث الإيمان باليوم الآخر، وذكر رحمه الله تعالى هنا نشر الصحف. والمراد بنشر الصحف أي نشر صحف الأعمال، وتسمى بالصحف، وتسمى بالدواوين، وتسمى كذلك بالكتاب. والمراد بهذه الثلاث ما تدون فيه أعمال العبد وتحفظ عليه مما تكتبه الملائكة والشهود الحفظة. ونشر الصحف يكون قبل الحساب، فتنشر الصحف ويأخذها أصحابها إما باليمين وإما بالشمال، ثم يحاسبون من بعد ذلك. وقدم المصنف رحمه الله تعالى الحساب على ذكر الصحف من باب تقديم المراد على الوسيلة، فإيتاء الصحف وسيلة للحساب. وأعمال بني آدم تكتب عليهم في الدنيا، فقد جعل الله عز وجل لكل أحد ملكين يكتبان عليه أعماله التي يعملها في الدنيا. قال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذه الصحف التي دونت فيها أعمال بني آدم تنشر لهم يوم القيامة،
كما قال الله عز وجل: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. كتاب يلقاه العبد مفتوحا أمامه يوم القيامة، والناس في تلقي الكتب ينقسمون إلى قسمين، أحدهما من يأخذ كتابه بيمينه، وهؤلاء هم أهل السعادة الذين فازوا بالنعيم المقيم من الجنة، قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية. الصنف الثاني الكفار الذين يتلقون كتابهم بشمالهم من وراء ظهورهم، فهؤلاء جمعوا في تلقي الكتاب بين أمرين: أنهم يأخذون كتابهم بالشمال، وأنهم يتلقونها من وراء ظهورهم. وكيف يأخذ كتابه من وراء ظهره؟ الله أعلم بهذه الكيفية. جاءت النصوص بأنه يأخذها بشماله وأنه يأخذها من وراء ظهره، وخاض بعض أهل العلم في كيفية تلقيها من وراء الظهر، وذكروا صفات لم يدل عليها دليل من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بأنه يأخذها بشماله من وراء ظهره ولا نزيد على ذلك. واختلف أهل العلم في عصاة أهل الإيمان الذين لم يشأ الله عز وجل أن يعفو عنهم، وشاء سبحانه وتعالى أن يعذبهم، فهل يأخذون كتابهم بأيمانهم أو يأخذونها بشمائلهم؟ وذكروا أقوالا منها أنهم يأخذونها في عرصات يوم القيامة، ويأخذونها بأيمانهم دلالة على أنهم لا يخلدون في النار. وقيل أنهم يأخذون الكتاب بالأيمان بعد أن يخرجوا من النار، وقيل أنهم يأخذون كتابهم بشمالهم عن أي من أمامهم وليس وراء ظهورهم. وأسلم الأقوال أن يسكت عنهم فلا يدرى حالهم لعدم ذكر النصوص الشرعية لهم، فلا ندري كيف يأخذ المؤمن الذي قدر الله تبارك وتعالى له أن يدخل النار كتابه. وشأن المؤمن أن يسكت فيما سكتت عنه النصوص الشرعية،
ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من النصوص، أولها: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وهذه الآية فيها ذكر الكتاب الذي دونت فيه أعمال بني آدم، وقوله تعالى: ألزمناه طائره في عنقه، أي ألزمناه قدره في عنقه. فكل إنسان قد كتب عليه قدره الذي قدره الله عز وجل عليه. وهذه الآية فيها ذكر الكتاب، ونخرج له يوم القيامة كتابا، الدليل الثاني قول الله عز وجل: وإذا الصحف نشرت. وهذه الصحف هي صحف الأعمال التي كتبت فيها أعمال العبد، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الدليل الثالث قول الله عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ودلالة هذه الآية في ذكر الكتاب من موضع في موضعين، منها في قوله ووضع الكتاب، وقوله ما لهذا الكتاب، الدليل الرابع قول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه. وهذه الآية كذلك فيها ذكر الكتاب الذي كتبت فيه أعمال العبد. والآيتين اللتين بعدها: وأما من أوتي كتابه بيمينه، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، فيها ذكر الكتاب الذي كتبت فيه أعمال العبد. وذكرنا قبل ذلك أنها يطلق عليها الصحف أو الدواوين أو الكتاب، قال الحافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله تعالى في سلم الوصول: ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين وبالشمال، طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين،
والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل ذلك من السنة؟ الجواب: فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم يدنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه كفن حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، تعرف ذنب كذا فيقول أعرف، يقول ربي أعرف، يقولها مرتين، فيقول سرتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون أو قال الكفار فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. فقالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال: يا عائشة، أما عند ثلاث فلا، أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا، وأما عند تطاير الكتب إما يعطى بيمينه وإما يعطى بشماله فلا، وحين يخرج عنق من النار الحديث بطوله. رواه أحمد وأبو داود وغير ذلك من الأحاديث. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر فقال: ما دليل ذلك من السنة؟ أي ما دليل صفة نشر الصحف من السنة؟ ذكر رحمه الله تعالى دليلين يدلان على صفة نشر الصحف من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أولها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يدني المؤمن أو يدنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه. قوله يدنى المؤمن أي يقرب المؤمن من ربه تبارك وتعالى حتى يضع عليه كنفه أي ستره. فسر السلف بذلك هذه اللفظة: فيقرره بذنوبه، يعرض عليه ذنوبه للإقرار بها فحسب، ولا يناقش هذه الذنوب. أتعرف ذنب كذا فيقول أعرف، ربي أعرف مرتين. قال: ثم تطوى صحيفة حسناته. ففي الحديث ذكر صحيفة الحسنات. قال: وأما الآخرون أو الكفار فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد ويقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وأبي داود، لكن إسناده ضعيف. قالت: قلت يا رسول الله، هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ فقال: يا عائشة، أما عند ثلاث فلا، أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف لا، وأما عند تطاير الكتب فإما يعطى بيمينه أو يعطى بشماله فلا، وحين يخرج عنق من النار. ودلالة هذا الحديث في قوله: وأما عند تطاير الكتب، وأما عند تطاير الكتب، ففيه ذكر الكتاب.
وهذا الحديث فيه أن الناس يذهل بعضهم بعضا في هذه المواقف الثلاث العظيمة: الحبيب حبيبه، والولد والوالد، والوالدة، والأخ والأخت، والصاحب، فكل واحد منهم يقول نفسي نفسي. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل الميزان من الكتاب، وكيف صفة الوزن؟ الجواب: قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تعالى في الكافرين: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وغير ذلك من الآيات. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مبحث آخر من المباحث المتعلقة باليوم الآخر، وهو الإيمان بالميزان. والميزان يطلق في الشرع على معنيين: أحدهما العدل الشرعي والقدري، وهو المراد في الدنيا. العدل الشرعي والقدري وهو المراد في الدنيا، والآخر ما توضع فيه الأعمال وعمالها وصحائف الأعمال يوم القيامة. ما توضع فيه الأعمال وعمالها وصحائف الأعمال يوم القيامة يسمى بالميزان، وهذا هو الميزان المراد بمباحث يوم القيامة. وأهل السنة مجمعون على الإيمان بهذا الميزان، وأنه ميزان حقيقي له كفتان: تثقل إحداهما أو تخف بحسب ما يوضع فيها. وهذا الميزان قدره الله تبارك وتعالى يوم القيامة لظهور عدله، فلا يظلم ربك أحدا. وهو ميزان واحد، وليست موازين متعددة. جاء عند الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزنت فيه السماوات والأرضين لوزنها، فتقول الملائكة: لمن يزن هذا؟ فيقول الله عز وجل: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. والميزان جاء ذكره في نصوص كثيرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، منها كلمتان ثقيلتان في الميزان، ومنها: الحمد لله تملأ الميزان، ومنها: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق.
والذي يوزن في هذا الميزان ثلاثة أمور. أولها الأعمال التي يعملها العبد، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: والحمد لله تملأ الميزان. ومنها كلمتان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. ويوزن فيه العامل الذي يعمل هذه الأعمال، يوزن كذلك في هذا الميزان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من دقة ساقي ابن مسعود؟ فوالذي نفسي بيده إنهما أثقل في الميزان من جبل أحد. وتوزن فيه صحائف الأعمال، صحائف التي كتبت فيها الأعمال توزن كذلك في هذا الميزان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: سيخلص الله رجلا من أمتي على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، وتخرج له 99 سجلا كلها ذنوب وسيئات، كل سجل مد البصر، فيقول الله عز وجل: ألك حسنة؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول الله عز وجل: لا ظلم اليوم. وتخرج له بطاقة مكتوب عليها: لا إله إلا الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتطيش السجلات. إذن هذا الميزان لوزن العمل والعامل وصحائف الأعمال، وصحائف ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأدلة من القرآن الكريم على الميزان، ومنها قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ودلالتها في قوله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الدليل الثاني قول الله عز وجل: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ودلالتها والوزن يومئذ الحق مع قوله فمن ثقلت موازينه، ومنها قول الله عز وجل: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ففيها ذكر الميزان. وختم بقول الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذكر أن الكفار لا وزن لهم، فهم يوزنون لكن لا ينتفعون بالوزن لأنه تخف موازينهم. نعم.
الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ الجواب: فيه أحاديث كثيرة، منها حديث صاحب البطاقة التي فيها الشهادتان وأنها ترجح بتسعين سجلا من السيئات، كل سجل منها مدى البصر. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: قرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وغير ذلك من الأحاديث. ثم ذكر رحمه الله تعالى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها ذكر الميزان. أولها حديث البطاقة، أي حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكرناه آنفا. وهذا الحديث حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها حديث ابن مسعود: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. وهذا الحديث أيضا، وهذا والذي قبله عند أحمد، وإسنادهما صحيح. ومنها الحديث الثالث: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وهذا الحديث في الصحيحين ودلالتها بينة في ذكر الميزان ووزن العامل وصحائف الأعمال. قال المصنف رحمه الله تعالى في سلم الوصول: والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل. فبين ناج راجح ميزانه فبين ناج راجح ميزانه ومجرم أوبقه عدوانه. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.